مناسبة أنه يسوق شرطة حركة شرق مسجد كالهودة إدغان كمرشيل ورسمي يسوع السعودي مدشم بلوضة يحسك درشد النبي جينا محمد نحريس دي نبتقل يكوركي ساها تاي مناسبة دي اللوقة بتيوحا كالسوق يبقالي مسؤولين كترسن مامل كمرشيل علماء ودين كريبين مقارا دا مقدشة يمقالوين كترسن قلمدوك إيا قيبها كالدوان إبلشادة كل داقل مرشيل الشيخ عبدالقادر حسن أحمد وكميدا علماء ديغان كمرشيل الشيخ عبدالساق معلن علي سعيد ويسنكي من مقارا دا مقدشة أي أوغوهرين مناسبة دا كهالي مولدك أولا قبان تري إنت بذن لبي طبانك ربيع الأول وحوغا أن ديبلغني دروفة تري أول وأن كسو بيغني حفلتان افتتاح مسجدك لبدا حفلتو أيان دون إنا ميشان إن أن كوالا كغوالا فايدي سنو هدي الله يراهدو een aad iyo aad bay mahad iyo karaamo noogu tahay martida sharafta badan oo nagala soo qayb gashay in la soo hoos galaya labada shay wax waaweyn mawlidu nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wasallam waxa urfiga muslimiinta ah mawlidka inuu leeyahay mahal iyo xariin اسمه جيسن بشان إيرادو ربيع الأول وقت اللي يقان الرسول كان محمد صلى الله عليه وسلم أي نور شيء مشهور كان إيو بشان أرنبا مسلمين تنفحاك أي فرطان وخيرات وأوين لغفاق جيسن شيخ سعيد شيخ محمد أو كميدا علماء الدين كمجرد القرآن الشيخ عبد عيسى علي أو كميدا علماء الدين كجودن لبى الشيخ أمان معلم محمود ويسنا كميدا علماء الدين كمجرد حرارة أيار دمان أمهد الشيدات كي كيبقى تيد اسمها مسجد كان رسول كنجا عليه الصلاة والسلام وح الله وح نجلنا لك الرب أردن وح النجوى واجب كايا وح الناس النضاء يا وح الدمام أمورات كي منهيات كا إن لك الرب يرد رسولك عليه الصلاة والسلام تعديم كيسا يسوه سجل هيان رسولك وين أنتي سواح يحبار سنت هاي هي كشك أنتي سواح الله وحي أو نولي يمد أو مأمور هذا هينا قادنه وحي من هي هذا أنكارنه رسولك تعديم كيسا كمت هاي هاي لرسولك عليه الصلاة والسلام وحي أو نولي يمد هديا لا يسكد أيه الله ضيع لمن وينين لمن متقنا رمينين شاق شعد الله إنك نقنيسا آدينا نقوم هد عليو مسجد كان تدكي سار أول السيانة وحان كميدة هاي تدكي مركي العبرة يوم البنانة هويمي هاتنا تدك الله يابن إلهي الرحمة دي سي فضلي سيسيدة ودقدق أيو متقنا أقول اسمي إلهي وحان سؤالنا إن تدكي السبب وبي إيا تدكي وحكو بحيي إيا إقليم كان لما أنت تدكي توقي مسجد كان كشقي خير كان كشقي إلهي خير ركوع مال يوي الشيخنا الشيخ محمود رضي الله عنه وأرضاه أمداد دي سي قيب تيدي قيبه دي إلهي نوسو بحيه كم تاوي لماذا مولد اللي يري هذا الله معنى إسكال هذا هاي معنى كوباد وحوية وخروج المصطفى صلى الله عليه وسلم من رحم أمه والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هو يز رحم كيسو كصابحه مولد والله يري هذا وكو بيغنا بشان ربيع الأول لبي يتوبان كيدي مال الإسنين سيدا أيوها مولد والله يري هذا نبي عليه الصلاة والسلام حديث وحو كشاق الصحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام حداد أركتي إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد أما مساجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام حداد أركتين قفك أسوى مساجد كعادة يجد أركتين قفك إيمان وغمر قاتك وحا إلهي نوع أماني والنبي يسو نوع أماني مساجد إن لديسو مركزة أمان تاس محالة قرسي ما شقف أور هذه وحا أدن بيسو إنو كان لغار هيا من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة إلى لقارسية ولو مفحص قضات باشان دبدأ ما يشعى فريستو كالي هدور لسوه أو مساجد شنو كيليا ما يشعى سيبو كل سكرة مساجد بيقشا انتو كدر سيبا انتا أردقان تخ
oo ayuuta lagu dhisay masaajidka iyo qaaraan sida hadda kan lagu dhisay oo kale. Qof kastaba marka jannadaan u gaaraysa maxaa loo amaanahay marka nala kugu goobaabinay? Waxaana lagu goobaabinayaa natiijada soo socota. Si gooni ahna dadka mashquulka ah ha u baraarugeen, xil gooni ah baa masaajidka ka sii saaran ee arintaas iyaysan fududaysanin. Sheikh Cabdullaahi Macallin Saciid oo ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidkan iyo guddoomiyaha deegaanka Marjeele Yuusuf Maxamuud Aadan ayaa ugu dambeyntii munaasabadda ka hadlay. Inaan fariin ugu sii gudbiyo dadkii kale oo muxsiniinta ahaa oo masjidkan ka qayb qaatay, waxaan ilaahay ku bishaaraystay maanta beertii aad tabcateen way miro dhashay. Waad arkaysaan maanta meesha la taagan yahay in maanta dantii laga lahaa ay socoto, saacaddan ictikaafkii uu socdo, cibaadadii ay socoto. Isku tilmaami mayna waqtigii la bilaabayey masjidka uu bilowday iyo waqtigii uu dhammaaday. Boorka iga dambeeyay ku qoran tahay annaga waxaan ahayn dadkii gacanta ku hayay. Weli hadda qabyana way jirtaa, diyuunna waa jirtaa. Masaajidka inta haddaan aan ognahay xawaalii lacag 210,000 ah ayaa hadda ka horbaxday. Diyuuntana la ku leeyahay 210,000 meelahaas ay gaaraysaa inta aan hadda ognahay. Welina waa qabyo qabyo masaajidka waa jiraan. Marka waxaan u sheegaynaa dadkii muxsiniinta ahaa maanta halkaas bay wax marayaan, ka soo qayb qaata inta hartay, intii hore ku bishaaraysta. Muuminku khayr kama dhargabiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam. Xataa waxaa ka muuqata meeshan masaajidku intii uu ku taagnaa oo hadda dhismihiisu ku taagan yahay kaliya ayaa dhisan, wuxuu u baahan yahay nidaamo kale sida dayd fuuliyaal, meelo munaafiq oo badanoo loogu nasto ayuu u baahan yahay. Marka waxaan leenahay dadkii Islaamka ahaa oo maalkooda geliyey haddana sidii oo kale inay uga qayb qaataan masaajidka ma dhammaan, laakiin waa dhowaaday oo waa tukashu yeeshay. Ayala Cabdullaahi Jaamac, Home Cable TV, Marjeele.